بسم الله والحمد لله والله أكبر. ربنا أرنا ما يقربنا منك واجعلنا نأتيه بكل جد وكل عزم وكل إخلاص يا ربنا يا من تحب أهل الإخلاص. يقول ربي: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، تاكلش من الخبائث. لا، إذا كان هذا ليكم توجه إلهي ليكم، نقول الآخرين: أين أنتم في صلتكم بمن تؤمن به من الرسل الكرام عليهم السلام؟ أين أنتم؟ أغلب المسلمين حرامية، يقول العام يقول حرامية، يلوج ورص باش ياكل مال حرام. أخي ما اش تعلمت في مراحل دراساتكم؟ اش تعلمت؟ تعلمت حسن الطوية والنظافة والعفاف الظاهرة والباطنة ولا عكس ذلك؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ راجوا أرواحكم يا أهل الصلعة ويا أهل الشهيد العليا، راجوا أرواحكم، أراكم تصبحون بغضب الله وتمسون بسخطه فاحذروا عاقبتكم. ومن الآن أنصحكم أن تعودوا إلى حياض الإسلام، والسلام على من آمن بالرحمة.